ولذلك قيل إن أعطيت زكاتك زكاة الفطر إنسان قبل الهلال بثلاثة أيام فصابه غنى بعد فقر، عليك أن تعيد زكاتك مرة أخرى. أيوة، ليش؟ قال هذا الإنسان مات حد من أقاربه ورث، هيش أصبح لما يرث أصبح غني. يعني سترون هذه المسألة في المعتمد، من قدم زكاة قبل رؤية الهلال قبل بثلاث أيام بأربع أيام بخمس أيام، قال بشروط أن يكون يوم الأداء هو موجود، فلا يكون يعني مثل مات ليلة العيد الريال مات تعب من محطني خلاص راحت، أن يكون محلا لإيش القبول. هذه مسألة شوفوها في المعتمد في فقه الزكاة.